والحقيقة عاملين مجهود جبار جدا في ألعاب الصالات، وعاملين طبعا يشكروا عليه جدا، وفي بحث تاريخي وتعبوا جدا، لأن أنا مختص بفكرة التنقيب عن التاريخ وكده. لا هم تعبوا جدا، خاصة الألعاب دي مفيش لها مسابقات تقدر تطلع أرشيف منها، فهم بيلجأوا للأهرام وبيلجأوا للأخبار وبيتابعوا بشكل جدي جدا. بالظبط، فبيصنعوا فعلا، هم اللي صنعوا الأرشيف. وأنا عايز أقول حاجة للأمانة، أنا مش متابع جيد للعبة كرة اليد، فبالنسبة لي من الكلام بتاع كوماندوز الزمالك وتفوق الزمالك التاريخي وكرة اليد احنا ملوك الصالات فيها، كان عندي اعتقاد ان الفجوة جاب كبير او حقيقة الامر مش كده، فحابين نطرح على الناس. ممكن يعرضوا لنا البطولات على الشاشة بالظبط كده، اجمالي البطولات للزمالك 61 بطولة والنادي الاهلي 52 بطولة. التسع بطولات دولت يا جماعة في موسم، في موسمين بالظبط، يقدر النادي الاهلي لو في دعم كويس جدا او اهتمام بشكل كبير اكتر في العاب في كره اليد تحديدا، التسع بطولات يقدروا يتعوضوا في موسمين بالظبط، لان انت بتشارك في الموسم في حوالي 5 بطولات وتقدر تحقق البطولات دي. على مدار بطوله كاس مصر او كاس مصر كره اليد في 31 بطوله، هم طبعا حاسبين من موسم 78 79 وحتى 2019، 16 للزمالك 16 للزمالك وسبع بطولات للاهلي. وفي ترتيب الفرق الاكثر حصولا على البطولات العربيه في كره اليد، ده على مستوى القارة الأفريقية تحديدا، 8 ألقاب عربية للأهلي، 6 ألقاب عربية للترجي التونسي، 6 ألقاب عربية للنجم الساحلي، و4 ألقاب عربية للنادي الأفريقي. طبعا الأهلي بيتزعم بطولة اليد في المسابقات العربية. أما بالنسبة الدوري 23 بطولة يا فارس، و16 للزمالك، وعايزين نقول حاجه و13 للاهلي. 23 بطوله 23 بطوله للاهلي و16 للزمالك. عايزين نقول حاجه برضو للامانه التاريخيه، ان الزمالك بيتفوق في البطولات الافريقيه بالتاكيد، لكن انا حابب اقول ليه انا قلت في خلال موسمين، لان بالفعل نادي الزمالك تعرض ان هو كان مهدد بالهبوط في 2014 وشارك مع فريق الجهاد في دوره ثلاثيه، فتقدر في كره اليد بكثير من الاهتمام تقدر تعوض التسع بطولات دول في موسمين تحديدا، وقبل